السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الفرحه ديالنا بالوسام الملكي اللي توصل به الاب ديالي. قلنا علاش لا ما نديروش واحد العشاء مجموع ونفرحوه بيه مع بعضياتنا. خليكم معايا وغادي تشوفوا التفاصيل. ودابا البنات غادي ندوزو للشكل الاول اللي غندير في الشلاضه. غادي نحتاج فيه بطاطا مسلوقه، خيزو مسلوق، والبيض مسلوق ومحكوك، المايونيز، شويه المليحه وشويه البزار كما كتشوفوا. ودابا غادي نخلط كلشي وغادي ندوز نقادو في الطبسيل اللي غادي نحط فيه. كما كتشوفوا البنات انا هزيت وحطيتها هكا فهاد الجنب وفهاد الجنب. تعمدت البنات ما نديرش الخص، يعني ديما اي شلاضه كنديرها كندير فيها الخص. دابا قلت غادي نجرب نصاوب هادي بلا خص ان شاء الله، وهانتوما معايا. ودابا البنات غندوزوا للمرحله الثانيه. غنحتاج فيها، درت انا 3 ديال الخيزو محكوكين طوال، درت الجبن ديال موتزاريلا بالفرماج الاحمر مقطعه مربعات صغيره، شويه ديال الزبيب، شويه ديال القرقع، وواحد المانجا انا طحنتها ما بغيتهاش نقطعها مربعات، بغيت يجيني غير المذاق ديالها ما بغيتهاش تبان. وغادي نحتاج جوج ديال الجبن الطاري، اي جبن طاري البنات لقيتو متوفر. انا هذا اللي لقيت جبته. وخليكم معايا انا غادي نجمع هاد الشلاضه هذه البنات، راه كتجي منعشه وزوينه، يعني سكري صالي البنات. غادي نجمعها غير بهادو بجوج. كبيت داك الفرماج فري كيما شفتو. دابا غادي نجمع جميع المكونات البنات وغادي نحطها في الطبق ديالي حدا الشلاضه الاخرى اللي حضرت. البنات هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي من بعد ما حركتها. هذاك المونغر ما كيبانش بصفه نهائيه، غير المذاق ديالو اللي كتلقاوه، راه كتجي زوينه البنات. ودابا غادي ندوز ندريسيها هنا في الطبق ديالي. البنات ودابا هاد الشكل الثالث انا درته عادي، مطيشه البنات والخيار. ودابا البنات غندوزو لشلاضه الروز. غنحتاج فيها البنات الروز، دراماييس، راه طبيعه الحال غنيه عن التعريف، غير هي غيكونوا في واحد الاضافات، طون، شويه المايونيز، شويه الملحه، وغنزيد معاها هاد الجبلي ديال جبن ديال الزيتون تيجي زوين. وغنزيد معاها هاد لاصوص، راه كتباع البنات في الاسواق التجاريه زوينه، ديال الثومه وشويه الخل. هاد الجبن البنات راه فيه الزيتون، ها هو كما كتشوفوا، العصير ديال الليمون، اي شويه البنات باش ما تجيش محمضه بزاف، لاصوص اللي ذكرت معاكم. هي البنات الشلاضه من بعد ما تخلطات، دابا غادي ندوز نحطها في طبق التقديم ديالها. دابا البنات غندوزو نحضروا لي فيرين. غنحتاج فيهم لافوكا، شويه الملحه، وشويه ديال الابزار، وشويه ديال الخل ديال الحامض، العصير الحامض. غادي نجيب طحان كهربائي وغادي نطحن فيه كلشي. البنات من بعد ما طحنت الحشوه الاولى ديال لي فيغين، ها هي ديال لافوكا البنات، ها هي كيفاش كتجي القوام ديالها. دابا غادي ندوز للحشوه الثانيه. غادي نحتاج فيها هاد الجبن ديال الزيتون، والطونه البنات، الخل ديال الحامض، ولاصوص اللي سبق ليا ذكرت معاكم. ها هي البنات الحشوه ديال الطون، هانتوما كتشوفوا كيفاش جات البنات. الافاده راه ما طحنش ليا في الراس ديال المولينيكس ديال العصير، طحنته في هادي ديال العطريه. ودابا انا غادي نديرو في واحد البوش، ولا اللي ما عندهاش البنات البوش تستعمل غير كيس بلاستيك يكون مزيان نقي يعني غذائي.
وتخدم به. وها هما البنات الحشوات من بعد ما سالي درتهم في بلاستيك غذائي وقطعتهم بالمقص كما كتشوفوا، ودابا غادي نبدا نخدم بهم. غادي تشدوا البنات بحال هكا. غادي تستعملوا شي معلقه ولا اي حاجه غادي تقادوا بها من التحت، وعاد من بعد غادي نحطوا الشكل الثاني، وكتستمروا البنات بهذه الطريقه حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم. دابا البنات من بعد ما كملت هذوك لي فيغين صالي كما كتشوفوا زينتهم بالطريفات ديال الطون، دابا غادي ندوز غادي نصاوب دي فيغين سكري. البنات غادي نحتاج فيهم جوج ديال المادلين البنات، شويه ديال الزبيب، شويه ديال اللوز والكركاع، دانون ديال الفاني، ما عرفتش شحال غادي يكفاني، واش واحد ولا جوج. البنات هانتوما معايا حتى نعطيكم مقادير مضبوطه في الاخر. وغنحتاج شويه العسل غادي نزين به. البنات غادي نشد هاد المادلين هادي غادي نفرستها في القاع ديال الكويسات، وهاد هادشي كامل هاد الزبيب والكركاع البنات واللوز غادي نخلطهم مع دانون، وغادي نكبهم من فوق الكيكه اللي غادي ندير في الكويسات لتحت. خليكم معايا. هانتوما كتشوفوا البنات واحد الكيكه من هاد جوج صغيورين، كيكه البنات ديال جوج دراهم، شديتها وفرتتها في هاد الكويسات، يعني خمسه الكويسات كفاتني فيهم وحده. وكما كتشوفوا دابا انا غادي ندير الثانيه عاوتاني، غادي نقسمها على خمسه الكويسات. راه ماشي من الضروري البنات الا بغينا نديروا شي حاجه يعني خصنا داكشي يكون غالي ويكون الانسان راه اللي كان كيقضي به. ودابا البنات غادي نخلط هاد الزبيب مع اللوز والكركاع، وغادي نجمعهم بدانون. ومن بعد ما خلطت البنات داكشي هنا راني درت جوج دانونات البنات، قلت باش الا شي يجيو عامرين وصافي. راه يمكن لكم البنات تزينوا باش ما بغيتوا، تقدروا تزينوا عاوتاني بمكسرات من الفوق، تقدروا اي حاجه متواجده عندكم يعني تزين، كيبقى على حسب الرغبه البنات. وهنا البنات هذا الصحن الفوقاني قلت لكم غنحتاجو، راه احتاجيتو لهاد لي فيرين هادو كما كتشوفوا. دابا كندير وحده حلوه ووحده مالحه، هانتوما غادي نمشي على هاد الطريقه حتى نكمل. ودابا البنات غادي ندوزو المكرونه، غادي ندير غير شويه الفلفله وشويه الملحه والبزار والزيت العود، صافي غادي نخلطها وغادي نزيدها مع الشلاضه. ودابا البنات من بعد ما خلطت المكرونه غادي نحطها هنا وهنا صافي، باش نحط الطبق الاخر من فوق منه. وهنا البنات حطيت واحد لافوكا كما كتشوفوا قسمتها على جوج، بغيت نعمرها بليصوص حيت انا هاد الشلاضه غادي نرافقها مع الشوا، بغيت ندير فيها هاد ديال الباربيكيو وسامورا والاندالوس. وخلاص البنات راه كل واحد كيعمر يعني بليصوص اللي كيعجبوه. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الصالاد اللي صاوبت معكم، راها منعشه البنات وسهله وبسيطه وديال هاد الوقت. وبالنسبه لي فيغينا البنات هادوك اللي سكري البنات راه كتاكلوهم بحال الديسير في الاخر، اما بالنسبه لهادوك اللي مالحين يعني انا درتهم كيعجبني نديرهم فوق الصالاد، كتبقاي تهزي منهم وتحطي حداك وتاكلي كيما بغيتي. ومن بعد ما كملت الصلاده البنات مشيت لدارنا، شرمنا الكفته كما كتشوفوا، القطبان ديال اللحم والقطبان ديال الاداند صافي، وشويناهم البنات. المهم هي الجمعيه واللمه، يعني ولو يكون غير على برد ديال اتاي وعلى خبيز، المهم الانسان تيكون مرتاح ومجموع مع العائله. وصدقوني البنات الانسان يستغل اي ساعه واي دقيقه مع عائلته، يعني راه الوقت اللي كيمشي من حياتنا ما كيعاودش يرجع.
وهكا كنكون وصلنا لنهاية لا فيديو. شاركت معكم هذا الحدث الزوين كاع داكشي اللي فيه. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش من لايك ديالكم وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.